يضربوا من عاودنا سكين يضرب الولايه تاعنا اليوم عندها 19 هيكل او فندق او مركب في طور الانجاز. وشرعنا اليوم اللي كانت في طرق قصيره كما قلت ما كانش هذه الهياكل اليوم استلمنا 2 وعندنا 7 خلال هذه السنه ان شاء الله ودورهم واجدين واللي يتجاوز اكثر تقريبا نقول يتجاوز تقريبا حق 600 سرير. المجموع الاجمالي تاع هذه الفنادق اكثر من 1600 سرير. وهذه لأول مرة قل ولاية تاعنا عامة راح تدخل اليوم في الجانب السياحي هذا فيما يخص هياكل الاستقبال اللي كانوا السواح ولا كما نقول الزوار لهذه المنطقة كانوا يكونوا يباتوا في الولايات المجاورة. من اليوم الولاية تاعنا ونقول هذه الفنادق فاخرة يعني تستوفي كل الشروط الضرورية فيها التنوع من نجمة واحدة حتى 4 نجمات يعني كل الشروط متوفرة يعني فيها لجان تقنية مديرية سياحة كل مدير راه يترافق وتابع هذه. والحمد لله اليوم راك شفتوا في بلدي المشرية لوحدها رانا اليوم فنادق راقية كذلك كنا في النعامة نفس الشيء حتى فنادق 4 نجوم وهذه لأول مرة عندنا هذه المركبات أو هذه الفنادق اللي فيها كل الشروط. جينا اليوم التشجيع أولا، ثانيا باتكون عندنا رزنامة للمتابعة وتقديم كل التسهيلات.